ثم كنمثلوا الشعب المغربي كامل. كنمثلوا المغاربة اللي بغاو الاحترام ديال الإسلام. الإسلام لأن المغاربة اللي في ديورهم واللي ما خرجوش اليوم واللي خرجوا في 20 فبراير واللي كيخرجوا دائما إلى حيث واحد القلة قليلة بغاو يتحضر الإسلام. وبغيت نقول لجلالة الملك، يا جلالة الملك، الاحترام للإسلام في المغرب لا ينال المكان التي يليق بها. يا جلالة الملك، المشرفون على الإعلام يبيعون شبابنا ويعطون بالشواذ، يظهرونهم في التلفزيون الذي يبدأ بالقرآن ويختتم بالقرآن. شعب شهيد الغاب وزيد الشعب يريد 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 الغاب وزيد الشعب. ولهذا كما قال الأخرين في الحركة والأخرين في النقابة، أي دستور تتراجع فيه مكانة الإسلام سنحاربه بكل ما وصل من قوة. أنا باغي نقول لهذوك الناس اللي يتهمون بالمسؤولية المعنوية في التشكيل، الناس اللي فسدوا الانتخابات ديال 2007، الناس اللي دار لهم حلم وخدا المرتبة الأولى، فين هي المرتبة الأولى اليوم؟ علاش ما بقيناش كنشوفوكم؟ علاش ما تهبطوش تدافعوا على الملكية اللي كنتو كتقولوا كتبطلوا المشروع ديالها؟ فين الرجلة ديالكم؟ عطيو الترجيع علينا غير في 2090. عرفتيو بالمكر والخداع والألاعيب والسلطة والقضاء، عرفتيو تديو لينا وجدة وطنجة والدار البيضاء والرباط؟ واش تصوتيو بهذه الطريقة هذه غتحكموا المغرب؟ واش إذا نحكم المغرب؟ أريد أن أقول لجلالة الملك، يا جلالة الملك، خذ احتياطك من بعض المقربين منك، فإنما يقولون لك مكر وخداع يستفيدون منه ويسيئون إليك وإلى ملكك، وهذا لا نقبل له. المفسد في الحياة المغرب ناشد يا المفسد في الحياة والمغرب ناشد يا المغرب. يا جلالة الملك، اسمحوا لي الخط جلالة الملك، المغرب يا جلالة الملك يحبه. ونقول عاش الملك يسقط الفساد. ديمقراطية حقيقية وأحزاب فيها ولاد الشعب اللي عندهم الكبدة عليه.